رئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة. مدبول يتابع آليات تيسير إجراءات عبور الأنفاق أسفل قناة السويس لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. وزيلينسكي يطالب الغرب بتوفير المزيد من الأسلحة ويؤكد أن كييف تريد انتصاراً عسكرياً قبل أي مفاوضات. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي، وذلك خلال لقاء المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي. وخلال اجتماعين آخرين استعرض الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حين وجه بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي السيد سيمباراش مومبينجيغواي، وذلك بحضور السيد السفير كوامي موزاوازي الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الإفريقية، والسيد السفير شيبا شومبيا ويندا سفير جمهورية زيمبابوي بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إميرسون نانغاغوا، مؤكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية. كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، سواء المؤسسي أو السياسي أو التنموي، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية. من جانبه أعرب المسؤول الزيمبابوي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلا لسيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس نانغاغوا، والتي أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية في المشروعات التنموية، خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء، في ضوء اعتزام زيمبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية، أخذا في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الإفريقية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تعد صرحا رياضيا ضخما متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استعدادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور.
وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية، وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، وبحيث تتكامل البنية التحتية الرياضية في مصر بوجه عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية، مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، بما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة أكبر البطولات الدولية، وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة. كما شهد الاجتماع عرض خطط وسيناريوهات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة، فضلا عن استعراض جهود الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية وإجمالي ما تم تحقيقه في هذا الإطار حتى الآن. وقد وجه السيد الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت، إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث اطلع السيد الرئيس على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتا الجديدة، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيدا عن مناطق التكدس السكاني. كما تابع السيد الرئيس جهود استغلال وتطوير مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة خاصة في منطقة شرق القاهرة، موجها سيادته بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضاري في المحافظة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات عبور المواطنين والبضائع للأنفاق أسفل قناة السويس. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف التوافق على المزيد من الآليات التي من شأنها تيسير إجراءات عبور الأنفاق، وذلك بما يسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. كما استعرض رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية في إطار إتاحة وتوفير المزيد من الإجراءات لتيسير حركة المركبات والمواطنين عبر الأنفاق والكباري العائمة والمعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية والاشتراطات التخطيطية والبنائية وكذلك تغيير استخدامات بعض الأراضي. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على طلبات إعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط بحيث تخضع لتعديل استخدامات الأراضي وفقا للأسس والمعايير المقررة، وتشمل منطقة زرزارة في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر ومنطقة عزبة المطار بالهايك ستيب التابعة لحي النزهة بمحافظة القاهرة ومنطقة حكر سكاكيني بحي الشرابية، والتي تخضع لأعمال التطوير ضمن جهود إحياء عدد من المناطق التاريخية. واعتمد المجلس حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة سيوة. واعتمد المجلس الأعلى الدليل الاسترشادي لأسس
ومعايير التنسيق الحضاري للصيانة والترميم وإعادة التوظيف للمباني التراثية. في الوقت نفسه اعتمد المجلس حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح إعادة إحياء حديقة الأزبكية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 3، وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 3، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهدا للمشاركة في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بجانب مساهمتها في إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات، وناقش عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثناء تنفيذ المهام. وفي سياق متصل قام الفريق أول محمد زكي بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تضمنت افتتاح عدد من المصانع بورش الإنتاج الرئيسية التي تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة في المجالات الهندسية المختلفة. كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل تلك الورش والمصانع بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى ومواكبة منظومة التحديث والتطوير التي تتم بمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة. تتواصل فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري السعودي فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، ويجري تنفيذه على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية. تضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد العديد من المحاضرات وإجراءات التلقين لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة
مشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام. وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام، بما يظهر مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا البلدين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك تحت مختلف الظروف. استقبلت أكاديميات الشرطة وفدا من أعضاء الملتقى الأول للقيادات الشبابية والإعلامية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لإطلاعهم على دور الأكاديمية في إعداد طلابها. يأتي ذلك في إطار التأكيد على التلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين هؤلاء الشباب وأقرانهم من طلاب كلية الشرطة. في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم بخاصة الشباب، استقبلت أكاديمية الشرطة أعضاء الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية من طلاب ومعيدين كلية وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد العليا والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لاطلاعهم على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد طلابها وتحقيق التلاحم بين هؤلاء وطلبة وطالبات كلية الشرطة باعتبارهم قوة واحدة في بناء الوطن ومواجهة التحديات. بأحد مدرجات الأكاديمية شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن أنشطة كلية الشرطة ومرافقها ومنشآتها، أعقبه محاضرة عن جهود رجال الأمن الوطني في مكافحة الأعمال الإرهابية والإجرامية. فهمونا دور الإعلام المصري في توعية الشباب، حتى ندوات ما كانتش عبارة عن ندوات تثقيفية، ما كانتش عبارة عن ندوات بس بتنقلك علم، لا بتنقلك واقع، بتنقلك حقيقة بتحصل، بتنقلك حاجات البلد شافتها، حاجات البلد عدت بيها، حاجات فعلا كان لازم الناس كلها تعرفها. انطلق الوفد بين جنبات الأكاديمية ليتعرفوا على دورها في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات ومستجدات المرحلة بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، واطلعوا على مدى قوة التدريبات وتطورها والبرامج التعليمية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة خاصة في مجال دعم القيم الإنسانية وصون كرامة الإنسان. عرفنا كل حاجة هما بيعملوها والمحاكاة والتدريبات العملي اللي بتحصل، وبصراحة شيء عظيم جدا. بيزود عندنا فكرة الحب الوطن وقد ايه الناس دي بتتعب وقد ايه الناس دي بتبذل مجهود كبير جدا لان احنا نعيش في امان. الجولة كانت فرصة للوفد ليشاهدوا ما تملكه كلية الشرطة من إمكانيات لوجستية وتعليمية وتدريبية متطورة عكستها العروض التي قدمها الطلبة في مختلف مجالات العمل الأمني وأثنى عليها الوفد، وعلى هذه الفرصة التي أتاحتها وزارة الداخلية لهم ليشاهدوا مراحل إعداد حماة أمن الوطن وبالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة رجال أمن مصر في المستقبل. شملت الجولة مشاهدة عروض لكتائب الخيالة وعروضاً مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والتي توضح أساليب استخدام الكلاب المدربة في عمليات الحراسة والتأمين والبحث عن المخدرات والكشف عن المفرقعات. أنا بوجه رسالة لكل القيادات الشبابية الإعلامية وكل شباب الإعلام، تعالوا زوروا أكاديمية الشرطة. أكاديمية الشرطة هي فعلاً حصن منيع لتأهيل طالب شرطي وضابط شرطي متخصص بيمتلك في أدواته المفاهيم العلمية والعملية لحفظ استقرار وأمن الوطن. شفنا نماذج مشرفة، نماذج تطمنك تنام في البيت وانت مرتاح، نماذج كده تخليك تبقى ماشي في الشارع مطمن. زيارات تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء وتنمية وتدعيم التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل والنهوض بمستوى الثقافة بما يمكنهم من مواجهة التحديات التي تواجه الوطن. زيارات تتعدد وتتواصل تستقبلها أكاديمية الشرطة من كافة الفئات بخاصة الشباب للتعرف على مرافق الأكاديمية ومنشآتها ودورها في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يسهم في تعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 63 طنا. وفي مجالات الحجب والاحتكار والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 24 طن ونصف طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18.5 طن، كما تم ضبط 20 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 616 قضية، من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و 163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، فيما تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 107 أطنان أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس أن كل الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301 قد انتهت بشكل تام، وذلك استعدادا لعمليات الإطلاق غدا على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية. وللمزيد معنا موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله. محمد، بعد التحية ضعنا في التفاصيل لديك. نعم، يعني خلفي الآن القاعدة، قاعدة كاب كرنفال التي سينطلق منها القمر الصناعي المصري نايل سات 301 على الصاروخ فالكون 9 بلوك 5 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية. إليكم في البداية الوضع الحالي للقمر الصناعي المصري، معلومات حصرية استطعنا الحصول عليها للتلفزيون المصري. الوضع الحالي للقمر 301 هو موجود الآن داخل الكبسولة التي موجودة أعلى قمة الصاروخ فالكون 9، وهذا القمر يسكن الآن داخل هذه الكبسولة في أعلى قمة الصاروخ استعدادا لانطلاق القمر. وضع الصاروخ الآن ووضع القمر تم وضعه على الوضع الرأسي على منصة الإطلاق، وكان قبله موجود على الوضع الأفقي، ووضع القمر داخل الكبسولة الخاصة بالإطلاق والتي سينطلق منها القمر الصناعي المصري 301. وتم في هذه اللحظة وضع القمر الصناعي المصري داخل الكبسولة على قمة الصاروخ، ووضع الصاروخ في وضعه الرأسي على منصة الإطلاق. قبل هذه الإجراءات، قبل هذه الخطوة، كانت هناك عدد من الإجراءات الهامة. كان ختام هذه الإجراءات هو وضع خطوة هامة وحرجة للغاية بوضع تغذية خزانات الوقود الخاصة ب 301. وهذه المرحلة هي مرحلة هامة وخطيرة للغاية، وتم بالأحرى بوجود مندوب شركة النايل سات المهندس حمدي منير، وأيضا المسؤول عن الشركة المصنعة تالس، الشركة الفرنسية المصنعة، كان حاضران لتخزين القمر الصناعي المصري 301 بالوقود. هذه الخطوة هامة لماذا؟ لأن عمر القمر الصناعي أو عمر أي قمر يتم قياسه بمدى تخزينه بشكل كفء وبشكل جيد. تم تخزين القمر بالوقود، وتم وضعه داخل الكبسولة مثل ما أشرنا، وكان هناك إجراء هام للغاية أيضا. تم اختبار القمر وهو داخل الكبسولة في أعلى قمة الصاروخ، تشغيل القمر والاطمئنان على أنه يستقبل بيانات ويرسل بيانات حتى يتم الاطمئنان على جاهزية القمر في خطوات كاملة. هي إجراءات معقدة وهامة للغاية، ولكن للاطمئنان على القمر قبل انطلاقه. أيضا كان هناك إجراءات هامة للغاية بدأت بها شركة سبيس إكس منذ وصول القمر إلى قاعدة كاب كرنفال قادما من فرنسا على متن باخرة ألمانية. تحرك من فرنسا في 28 من إبريل ووصل 14 مايو إلى كاب كرنفال. تم إجراء اختبارات
كاملة على القمر 301 لمعرفة هل القمر تأثر حينما تم نقله بحرا، تأثرت أجهزته، تأثرت أجهزة الاستشعار بالخزانات الوقوع أو الطاقات، هو يتمتع بأربع خلايا شمسية، هل تأثرت هذه الخلايا أم لا؟ الحمد لله وضع القمر رائع للغاية، وضعه في حالة ممتازة. بقي إجراء آخر قامت به شركة سبيس إكس اليوم، هو أحوال الطقس. أحوال الطقس هي مواتية للغاية بنسبة 70% لانطلاق القمر. سرعة الرياح هتكون 8 ميل في الساعة، الحرارة هتكون من 27 ل 28 درجة مئوية، وهيكون هناك تجمع للسحب بنسبة 55%. هذه الظروف الجوية وظروف الطقس هي مواتية لإطلاق القمر المصري نايل سات 301. بقي أن نؤكد على نقطة هامة للغاية. مصر النهاردة تنطلق إلى مرحلة جديدة إلى الفضاء ب 301، بتترجم نقطة هامة وهي الجمهورية الجديدة التي يعيشها مصر في مختلف ربوع المحافظات المصرية. هذه ترجمة لخطوات التنمية التي تشهدها مصر. مصر الآن بإطلاق 301 إن شاء الله على خير هتكون وضعت أقدامها ما بين مشغلي الأقمار الصناعية في معظم دول العالم، والخاصة بتزويد القمر بخدمات الإنترنت فائق السرعة. هذه الخدمات كل مشغلي أو معظم مشغلي الأقمار الصناعية يضيفون هذه الخدمة، ومن ثم نحن نقف إلى جانب الأقمار ومشغلي الأقمار الصناعية فيما يتعلق بتطوير إمكانيات القمر. هناك نقطة هامة للغاية، أن مصر لها حقوق في الفضاء ولا بد أن يتم المحافظة على هذه الحقوق. نايل سات 301 هو يحافظ على حقوق مصر في الفضاء، وأيضا يعطي زخم كبير للجانب المصري فيما يتعلق بترجمة أهداف الدولة المصرية وتحرك الدولة المصرية صوب القارة الإفريقية. لأول مرة يتم تغطية إفريقيا جنوب القارة الإفريقية ودول حوض النيل من خلال قمر صناعي مصري، هو القمر الصناعي المصري 301. إليكم زميلي موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله، شكرا جزيلا لك. قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن مصر بلد سلام، تبعث رسالة سلام للعالم كله، مفادها أن ديننا هو دين السلام. خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، أكد جمعة المضي قدما بكل قوة في الدفاع عن ثقافة السلام انطلاقا من سماحة الدين الإسلامي وعظمة قيمه الإنسانية. الذي نؤكد عليه أن السلام لا يمكن أن يصنع من جانب واحد أو من طرف واحد، ولا بد له من قوة تحميه. وأننا في الوقت الذي نمد فيه أيدينا للدنيا كلها بالسلام، نأمل أن يكون ذلك حال عقلاء العالم أجمع، لنكبح معا جماح التطرف الديني الذي قد ينحرف بعالم اليوم عن طريق الحوار الحضاري والسلام والعيش الإنساني المشترك إلى تطرف وتطرف مضاد وعنف مضاد تدفع البشرية كلها ثمنه باهظا. بدوره أكد مفتي الجمهورية شوقي علام المضي بعزم لا يلين لمحاصرة التطرف والتشدد وتكفيف منابعه الفكرية، وأضاف علام أن رسالة مركز سلام تعد ترسيخا للمبدأين الراسخين لدار الإفتاء المصرية، وهما المؤسسية والتخصصية. ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى ماضون بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل على درك هذه الكلمة وعلى درك هذا الفكر ومحاصرة التطرف والتشدد من ينابعه الفكرية وجذوره المعرفية. فرسالة مركز سلام تعد تجسيداً للمبدأين الأساسيين الراسخين التي سارت عليهما دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها العريق، ألا وهما المؤسسية والتخصصية. فيعمل مركز سلام على تقديم مخرجات علمية مؤسسية متخصصة ورصينة ومتنوعة تسهم في دعم سياسات الدولة المصرية والعالم أجمع والمتعلقة بمواجهة التطرف والإرهاب
والمساهمة في تحقيق رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله في المواجهة الشاملة للتطرف والإرهاب، وكذلك العمل على تجديد الخطاب الديني. التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. التقى سكرتيرة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشا سبينوزا. يأتي اللقاء على هامش زيارة وزير الخارجية الحالية إلى مدينة بون بألمانيا للمشاركة في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية عمل الجهازين الفرعيين للاتفاقية الإطارية على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولي، خاصة فيما يتعلق بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية والتنفيذ الفعلي لتعهدات المناخ والاتفاقيات ذات الصلة، على رأسها اتفاق باريس لتغير المناخ. كما اتفق الجانبان على ما تمثله اجتماعات الجهازين الفرعيين من خطوة هامة في إطار الإعداد للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل. وعلى هامش زيارة وزير الخارجية الحالية لمدينة بون الألمانية، التقى وزير الخارجية شبكة العمل المناخي. الشبكة تعد أكبر تجمع لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ. أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مشروع مكافحة الاتجار بالبشر والممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بمقر وزارة الخارجية. يتضمن المشروع عددا من المحاور، منها رفع مستوى الوعي العام بجريمة الاتجار بالبشر وأشكال هذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في مجال تقديم المساعدات والخدمات اللازمة لضحايا الجريمة لإعادة إدماجهم في المجتمع اجتماعيا واقتصاديا. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتدشين عدد من حملات التوعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. كون إن الخارجية الأمريكية بتمول هذا المشروع، فده نوع من الاعتراف بأن مصر دولة جادة في التعامل مع قضية الاتجار في البشر، وده شيء يسعدني، ولأنه ده هيبقى بداية لمزيد من التعاون المستقبلي. وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تريد أن تنتصر على روسيا عسكرياً قبل أي تفاوض على السلام. وأضاف زيلينسكي خلال تصريحات صحفية أن عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء العمليات العسكرية الروسية سيكون انتصارا جديا لبلاده. وكرر الرئيس الأوكراني مطالب بلاده للغرب بالحصول على كميات من الأسلحة توازي المتوافرة للروس. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن روسيا لن تستطيع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية بسبب العقوبات الغربية المفروضة نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي تصريحات صحفية خلال زيارة للعاصمة الليتوانية فيلنيوس، أضاف شولتز أن هناك الآن عقوبات بعيدة المدى ستؤدي إلى انتكاسة للاقتصاد الروسي لعقود، وهذا يعني أن روسيا لن تتمكن من المشاركة في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي العالمي. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن ميناءي بريديانسك وماريوبول الأوكرانيين اللذين استولت عليهما القوات الروسية جرى تطهيرهما من الألغام ليكون جاهزين لاستئناف شحن الحبوب. وخلال تصريحات صحفية أضاف شويغو أنه تم الانتهاء من إزالة الألغام من ميناء ماريوبول، مؤكدا أنه يعمل بشكل طبيعي واستقبل أولى سفن الشحن الخاصة به. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تحرير مدينة سيفياتودورسك في إقليم دونسك من القوات الأوكرانية.
كما أكد وزير الدفاع تحرير جزء كبير من دونسك ولوهانسك على طول الضفة اليسرى لنهر سيفيروسكي دونيتس. وأضاف شويغو أنه تم أيضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونسك في لوهانسك بشكل كامل، مؤكدا تطوير الهجوم على محور مدينة بوناسنايا المجاورة. وأفاد بأن إجمالي عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العمليات العسكرية بلغ 6489 فردا حتى الآن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف خلال 24 ساعة الماضية. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الطيران الروسي ضرب 65 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية، مما أدى إلى تدمير راجمتي صواريخ جراد، مضيفا أن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت 39 موقعا للقيادة و47 موقعا موقع إطلاق نار للمدفعية و426 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية. أعلنت عائلات مقاتلي مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية استلام جثث عدد من المقاتلين. وبدأت روسيا في تسليم جثث المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا في مصانع الصلب في أزوفستال للسلطات الأوكرانية. وقال القائد العسكري والقائد السابق لأزوف ماكسيم زورين في وقت سابق، قال إن عشرات من جثث المقاتلين التي انتشلت من تحت أنقاض المصنع المدمر تم نقلها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث يجري اختبار الحمض النووي للتعرف على الرفات. وكان فوج أزوف من بين الوحدات الأوكرانية التي دافعت عن المصنع لما يقرب من 3 أشهر. أعلنت اليابان فرض عقوبات على المصرف الزراعي ومصرف الائتمان الروسيين على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما حظرت طوكيو تصدير السلع التي تسهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لروسيا. وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت الشهر الماضي حزمة من العقوبات على روسيا طالت تجنيد أصول 140 شخصية. حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو من تفاقم أزمة الجوع بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية بالإضافة للصدمات المناخية. وأشار التقرير إلى أن الأزمات ستسبب الجوع الحاد في فترة التوقعات من يونيو إلى سبتمبر من عام 2022، وذلك مع دخول العالم الوضع الطبيعي الجديد، حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير على الزراعة، مما يزيد النزوح ويدفع بالملايين إلى حافة الهوية في جميع أنحاء العالم. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، والبنك الدولي يخفض توقعاته للنمو محذرا من مخاطر ركود تضخمي. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي بحوالي 1/3 إلى 2.9% لعام 2022، محذراً من أن الأزمة الأوكرانية فاقمت الضرر الناجم عن جائحة كورونا، وأن دولاً كثيرة تواجه حالياً ركوداً. وتوقع البنك كذلك تزايد حدة تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5.1% في عام 2021 إلى 2.6% في عام 2022، وسط تحذيرات من مخاطر ركود تضخمي. وخلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو، توقع البنك الدولي تراجع معدل النمو ليصل إلى 2.2% في عام 2023، وهو ما يعكس إلى حد كبير مواصلة تقليص دعم سياسة المالية العامة والسياسية النقدية الذي كان يقدم خلال الجائحة.
تعهد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بفرض ضريبة خاصة على الشركات التي حققت مكاسب كبيرة غير متوقعة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف الرئيس الأرجنتيني أنه سيطرح خطته لفرض ضريبة خاصة لمرة واحدة عام 2022 على بعض الشركات التي تزيد أرباحها الخاضعة للضريبة عن مليار بيزوس أو ما يعادل نحو 8 ملايين دولار. هذا ولم يحدد فرنانديز القطاعات التي سوف تستهدفها الضريبة، لكنه أشار إلى ارتفاع أسعار الحبوب ولحوم البقر في الأشهر الأخيرة وجميع المنتجات التي تعد الأرجنتين مصدرا رئيسيا لها. زاد المصرف المركزي الأسترالي معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 0.85%. تأتي هذه الخطوة في وقت أدى فيه التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما زادت أسعار المنازل المرتفعة أساسا في المدن الرئيسية بربع قيمتها منذ بدء جائحة كورونا. وذكر المصرف الأسترالي أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد بسبب كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسهمت في الجزء الأكبر من الزيادة في معدل التضخم، وأشار إلى أن من بين العوامل الداخلية التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 5.1% هو الشح في فرص العمل والفيضانات واسعة النطاق. وإلى أخبارنا المحلية، حيث يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وخلال جلسة اليوم وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية الخاص بإصدار التعريفة الجمركية، كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون استمرار العمل بأحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. جلسة جديدة يناقش خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن بعض قرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. وفي مستهل الجلسة وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية الخاص بإصدار التعريفة الجمركية بناء على التقرير المقدم من لجنة الخطة والموازنة، حيث أفاد التقرير بأن القرار متمشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية حمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات. التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، وتعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه التغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر، الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وأثارها على الاقتصاد المصري. تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية. وخلال الجلسة وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون استمرار العمل بأحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، كما تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان. أقترح عشان أكفل الضمانة أن يكون يترأس محكمة الجنايات باستمرارا لهذا القانون قاضي أو مستشار طبعاً لفظاً من محكمة النقض عشان أضمن كفالة تطبيق هذا القانون. احنا بنشوف التوجه العام للدولة المصرية الآن في دعم الزراعة وفي دعم الفلاح المصري، وكمان داخلين يعني زي ما بنسمع وبنشوف على أزمة عالمية في مسألة الغذاء. طبعاً بشكر اللجنة الموقرة على تقريرها الوافي. يعني أنا أطالب الحكومة بإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية وإلغائها تماماً تخفيفاً على الفلاح المصري ودعماً للزراعة المصرية. وفي ختام الجلسة وافق المجلس على قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرض بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان، وأيضاً الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانياً بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو.
وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري قال عدد من النواب إن قانون التعريفة الجمركية يترتب عليه خفض أسعار أعمال الصناعة، بينما يساعد قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد على تخفيف الضغط على المحاكم. القانون يعالج التشوهات التي كانت موجودة في التعريف قرار قانون التعريف الجمركية السابق، أيضا يترتب عليه خفض الأسعار بالنسبة لحوالي عدد 74 منتج من مستلزمات التي تلزم فيها أعمال الصناعة، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الطبية. يترتب عليه أيضا دعم للحماية الوطنية للصناعة في عدد من المجالات خاصة البتروكيماويات. أيضا القانون يتوافق مع التعريفات الجمركية العالمية والتي تسهل على المصدر المصري عندما يقوم بتصدير السلع إلى الخارج. القانون ده بيساعد على تخفيف الضغط على محاكم النقد، وبيدي محكمة جنح استئناف القاهرة ان هي تنظر بعض القضايا موضوعا، وده يمكن بيسهل على اجراءات التقاضي وبيحقق العدالة الناجزة وبيساهم في السلم المجتمعي وارضاء المواطنين لانه بياخد حقه في وقت سريع. اختتمت اعمال المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي الاول صحة افريقيا والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة واسعة من قبل اكثر من 800 ممثل للهيئات الطبية بمصر وافريقيا. وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في القطاع الصحي، حيث تم إطلاق مبادرة صحة أفريقيا من توريد العلاج إلى الشفاء، والتي تستهدف توسيع القدرات الأفريقية البشرية والمادية لإنتاج اللقاحات وأدوات ومعدات ومستلزمات العلاج بحلول عام 2030. في اليوم الثالث والأخير اختتمت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا بمشاركة نحو 350 شركة من 102 دولة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي. تقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة. عقدنا جلسات هامة ومؤثرة في مستقبل صناعة الدواء في القارة الإفريقية، حضر فيها العديد من ممثلي الشركات العالمية وممثلي الشركات الوطنية المصرية أيضا، وتم تحديد كم التحديات التي نلاقيها في القطاع الدوائي في القارة الإفريقية، وكم هذه الصعوبات وكيفية التغلب عليها، وكيفية وضع خارطة طريق للاتجاهات المستقبلية من حيث توفير دواء آمن وفعال لكل مواطن إفريقي بسعر يتناسب مع المقدرات الاقتصادية. هذا الحضور المكثف سواء من جمهورية مصر العربية أو من الدول الأخرى ومن مختلف القطاعات، وإحنا في القاعة اللي فيها المؤتمرات أو الندوات العلمية، اللي عايز أقول لحضرتك عليه ما فيش أستاذ من مئات الأساتذة اللي شاركوا في هذا الحدث من مختلف التخصصات الطبية إلا ما حضر هذا اللقاء وشارك فيه بعلمه وخبرته وأدائه، وأيضا حضور مكثف سواء من مصر من مختلف مواقع مصر الطبية وأيضا من الدول الأفريقية والعربية. جلسات المؤتمر شهدت تنوعا في الملفات الطبية، منها التوعية بأهمية التطعيمات وبرنامج لمكافحة السرطان ومناقشة سبل الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية الأعوام المقبلة. هذا المؤتمر أظهر التجربة المصرية ونجاح مصر في فترة قليلة في جميع المقاومات، وليس فقط في المقاومات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية. كمنظمة الصحة العالمية شاركنا تقريبا في 15 جلسة، طبعا احنا نتكلم عن 250 جلسة، ولكن احنا شاركنا بفعالية على جميع المستويات. رسالة واضحة من المدير العام دكتور تيدروس بنجاح مصر في القضاء على عدة أوبئة بما فيهم تجربة مصر الناجحة والناجعة لفيروس سي. يكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبرى على المستويين القاري والعالمي، حيث يعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة والاستثمار الطبي والوقائي والدوائي. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أولى فعاليات التحالف للتمكين الاقتصادي لذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي ذلك في إطار العمل التشاركي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوزيع 150 كشكا مجهزا بالكامل وتسليمهم إلى المستفيدين والبالغ عددهم 150 مواطنا من ذوي الهمم. كما يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس
الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم ضمن الفئات الأولى بالرعاية وخلق فرص عمل مناسبة لهم. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال والتفاصيل مع ميرفت المليبي. شكرا إلهام وشكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1%، وذلك مقارنة ب 5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي. وقد توقع البنك الدولي في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نمواً بنسبة 4.8%، وفي عام 2024 نمواً بنسبة 5%. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد نشاطاً أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية، وهو ما أسهم في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021-2022. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات جلسة التداولات على ارتفاع جماعي، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3,800,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 663,594,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9,984 نقطة، وأغلق عند مستوى 10,048 نقطة، مرتفعا بذلك بنسبة 64%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1,762 نقطة، وأغلق عند مستوى 1,762 نقطة، وارتفع بذلك بنسبة 1.8%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2,639 نقطة ليغلق عند مستوى 2,667 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.4%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18.62 جنيها للشراء و 18.70 جنيها للبيع، اليورو 19.87 جنيها للشراء و 19.96 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23.29 جنيها للشراء و 23.40 جنيها للبيع. أما أمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.07 جنيها للشراء و 5.09 جنيها للبيع، وسجل الريال السعودي 4.69 جنيها للشراء و 4.98 جنيها للبيع. نتحول إلى أسواق المال الخليجية، حيث أغلقت الأسهم على انخفاض مقتفي أثر الأسواق العالمية، إذ أدى ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الآفاق إلى تراجع شهية المستثمرين. وتراجع المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية بنسبة 1.2%، وهو الأكثر تراجعاً بين أقرانه في البورصات الخليجية. كما هبط المؤشر الرئيسي في بورصة دبي بنسبة 0.5%، وتراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 0.3%، مواصلا بذلك خسائره للجلسة الخامسة على التوالي. وقد هبط المؤشر القطري بنسبة 1.1%، كما تراجع المؤشر الرئيسي في الكويت بنسبة 0.4%. في الأسواق الأوروبية، تراجعت الأسهم وسط قلق بين المستثمرين حيال الضغوط على النمو الاقتصادي من تجديد نشط للسياسة أو تجديد النشط للسياسة النقدية من بنوك مركزية كبرى في محاولة لتهدئة التضخم. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا بنسبة 0.3%، متأثرا بهبوط مؤشر أسهم شركات التجزئة بنسبة 0.9%. كما هبطت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 1.1%.
في بورصة وول ستريت فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم على انخفاض وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في ظل الضغوط التضخمية، وهو ما أدى إلى نزول أسهم شركات مبيعات التجزئة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 40%. كما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بنسبة 61%، وهبط أيضا المؤشر ناسداك المجمع كذلك بنسبة 1.12%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى لإلهام ويوسف إليكم. شكرا لك ميرفت. أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع 67 للمجلس الأعلى للثقافة. وفاز بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون الدكتور جمال ياقوت والدكتور أحمد عبد الكريم، وفي مجال الأداب فاز بها كل من الدكتورة ريم بسيوني والدكتور عمرو دوارة، وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز بها كل من الدكتورة إيمان عامر واسم المستشارة تهاني الجبالي. ومن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجال الفنون الفنان رشوان توفيق والدكتورة سهير ذكي حواس واسم الدكتور أحمد نبيل. نحن نجتمع للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق التقديرية النيل والنيل للمبدعين العرب في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، ونود بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر لكل القائمين على هذا العمل وسعيهم للإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق بوزارة الثقافة، كما يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، تلك الجائزة العريقة والتي تعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها. والآن متابعة لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. الجولة الرياضية وميرفت المليجي، لكن ميرفت مرة أخرى. شكرا يوسف وإلهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. غادرت بعثة المنتخب الوطني مطار القاهرة متجهة إلى ملاوي لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. وكان مدافع منتخب الفراعنة ياسر إبراهيم قد تعرض لنزلة برد منعته من السفر مع بعثة المنتخب لملاوي، بينما قرر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العيلة استكمال تأهيل المدافع محمد عبد المنعم في القاهرة. كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد أنهى إجراءات ضم أورلين تشواميني لاعب وسط موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، على أن يعلن إتمام الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد قد اتفق مع موناكو على تفاصيل الصفقة، مضيفة أن تشواميني كان يحظى باهتمام من جانب باريس سان جيرمان وليفربول، لكن لاعب الوسط الفرنسي الدولي قد اختار في النهاية الانتقال إلى بطل أوروبا. أعلن لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرودو استمراره في الفريق في الموسم المقبل، وقال إنه يشعر بشعور جيد مع يوفنتوس، مضيفا أنه لم يرفض أي عروض لأنه لم يكن هناك أي مفاوضات مع أي أحد، مؤكدا أنه لديه احترام كبير لفريقه ولزملائه. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية رحيل كوادرادو عن يوفنتوس في الفترة المقبلة وانضمامه لإنتر ميلان. أعلن نادي شالكا عن تعيين فرانك كرامر كمدرب جديد للفريق، وذلك عقب عودته للدوري الألماني للدرجة الأولى. ووقع كرامر البالغ من العمر 50 عاما على عقد يربطه بشالكا لمدة عامين. هذا ونجح شالكا في العودة مرة أخرى للدوري الألماني للدرجة الأولى، وذلك قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الثانية، بعدما تغلب على سانت باولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
نهاية أخبار الرياضة وعودة لإلهام ويوسف إليكم. شكرا لك ميرفت على هذا العرض. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود مرسي الذي يعد أحد عمالقة نجوم السينما المصرية. اشتهر محمود مرسي بأدائه الذي يتميز بالسهولة والبساطة والإتقان، كما قدم أدوار الشر بطابع متميز. ورحل محمود مرسي في 24 من إبريل من عام 2004 تاركا إرثا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة. والآن إلى آخر أخبار الطقس. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى ميرفت المليدي. شكرا إلهام ويوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، الإسكندرية 32-23، مطروح 33-22، بورسعيد 30-23، إسماعيلية 37-22، السويس 36-21، العريش 33-22، طابة 34-22، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 39-28، الأقصر العظمى ستكون 41 والصغرى 24، أسوان 41-27، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 37-28، وأخيرا حلايب 34-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. الآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. لوت rồi dậy thôi bà con ơi. Ngầm Cẩm Sơn lại lụt rồi. Hoàng không chạy hàng à Hoàng? Không chạy hàng à? انتهت أخبارنا وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع الدلتا الجديدة وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة. مدبولي يتابع آليات تيسير إجراءات عبور الأنفاق أسفل قناة السويس لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. زيلنسكي يطالب الغرب بتوفير المزيد من الأسلحة ويؤكد أن كييف تريد انتصاراً عسكرياً قبل أي مفاوضات. انتهت نشرة التاسعة، ولكن موضوعات فقرات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء الخير. مساء الفل يا يوسف، عامل إيه يا يوسف؟ ازيك يا إلهام؟ يوسف منور النهاردة بالكرافات الحمراء، عامل شغل مذهل.
انا سبتك المره اللي فاتت بتعلم منك. المره دي مش قادر اسيبك في حالك بصراحه. بالكرافته المنوره دي انت النهارده انا بقى بايت. انت بايت النهارده صح؟ اه بايت ومستنيك. مستنيني اه طبعا. في فطير بره فانت عاوز تضرب الفطيره. بالظبط. مش هتضرب الفطيره بقى، خدها واجري اعتبره حصل. اشكركم جدا كل التوفيق. اشكركم جدا واستاذنكم. حلقه موفقه ان شاء الله باذن الله لينا جميعا. اشكركم.